من هذه الاغاني، جزء من هذه الاغاني الورثه متنازلين لشركه مزيكا او الشركه التي يمثلها الاستاذ. تمام، جزء من كم في المية من اغاني ام كلثوم اللي هم متنازلين عنها؟ كم في المية يعني؟ مش اكتر من 30%، مش اكتر. ال70% وال70% موجودة عند الاستاذ محسن جابر. لا، ال70% دي صوت القاهرة، ال30% اللي موجودة عند الاستاذ محسن، العكس. والباقي عند صوت القاهرة. على صوت القاهرة بتوكيل رسمي من السيدة أم كلثوم إبراهيم في اليوم الفلاني موجودة. احنا عرضنا كل ده يا أستاذ عمرو. شركة صوت القاهرة شركة مملوكة للدولة، مش هتزور في ورق ولا هتزور في توكيل، ومحدش فينا مستفيد كشخص من أي حاجة. أنا رئيس جمعية المؤلفين، أنا مستفيد حاجة؟ مش مستفيد حاجة، أنا مدافع عن حقوق أعضائي. وشركة صوت القاهرة دي ملك الدولة، يعني الأغاني دي يا أستاذ عمرو حضرتك كمصري ليك فيها، الدولة ليها فيها، فاحنا مش مستفيدين شيء، احنا بنقر الواقع والحق وطلعنا المستندات. طب يا استاذ مدحت، على مدى السنين على مدى السنين اللي فاتت احنا نعرف ان ام كلثوم مع محسن جابر، يعني اما تخش على اليوتيوب هتلاقي اغاني ام كلثوم كلها عليها مزيكا، يعني ده معناه ان الحقوق كلها كانت بتروح لمحسن. ليه فجأة دلوقتي قررت انها ملهاش علاقه بمحسن جابر؟ اقول لك ليه يا فندم، اقول لك ليه، لانه الاستاذ محسن كان عامل عقد شراكه مع صوت القاهره بانه بيوزع نصيب صوت القاهره توزيع، لكن ليس يملك الحق. وعقد الشراكه موجود انه لا يملك اكثر من 30%، ثم انا هيقوم بتوزيع ال70% بتاع شركه صوت القاهره عن طريق الشركه بتاعته. ده عقد الشراكه، ملوش زي ما حضرتك تيجي تاخد من العرض جروب افلام توزع عقالي. هل معنى كده ان انت صاحبها؟ انت مش صاحبها، انا صاحبها، بس بديك حق التوزيع. لا، لما اختلف اتفضل. يعني انت دلوقتي بتقول لي يا دكتور مدحت، انت دلوقتي بتقول لي معلومه ان محسن جابر لا يملك 70% من تراث ام كلثوم. طبعا، بورق وبكلام وبمستندات وكل ما يمكن ان تتخيله، وعرضناه على الساده الصحفيين. عرضنا الكلام ده، عرضنا التنازل التوكيل. طب بأي حق كان الراجل ده، بأي حق كان الراجل ده هو اللي بيدي الترخيص لكل المحطات؟ يعني أي محطة في العالم عايزة أم كلثوم كان هو اللي بيدي الترخيص يا حبيبي، لأنه واخد حق توزيع. زي ما أنا بعمل فيلم ليا، فتيجي شركة اسمها سين أنا بديها حق التوزيع، فهي بتتكلم باسمي كموزعة للفيلم. مش معنى كده ان هي الملكه للفيلم. طب وهو كان بيدفع فيلم. وهو كان بيدفع حق صوت القاهره. هو ده الخلاف اللي حصل بينهم، وترفع على بعض قضايا. هو ده الخلاف اللي حصل بينهم، فرجعت الحقوق الاصليه لشركه صوت القاهره بمنتهى البساطه. وبعدين انا ما بتكلمش باسم صوت القاهره. صوت القاهره عندها السيده ناديه مبروك وعندها المستشار القانوني. انا اتكلم بمستندات. الموضوع مش صوت ام كلثوم بس يا استاذ عمرو، الموضوع ان انا رئيس جمعيه المؤلفين. ام كلثوم لما بتتعامل غير بعيد عنك حياتي عذاب، لحن بليغ حمدي ووكال مأمون الشناوي، طبعا دول اعضاء عندنا في الجمعيه، ورثه بليغ حمدي عندي.